معانا ومعاكو ملكة العشوائيات، ملكة السمكة النية، ملكة الكروت الفكة سميرة نحمده، ملكة الهاند فري، ملكة الجرابات الاسكرينات الوصلات الشاحن، يعني الهاند فري المتني، يعني الايربودز، يعني انا دلوقتي بسال فيه بتليفون كاش ولا لا، انا مش عايزه سكرين ومش عايزه حاجه. مساء الجبن عليكي. مساء النور. حضرتك انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه احول فلوس على بتليفون كاش بس حاجه. يعني ثانيه، انت ظروفك صعبه يعني ولا انت عايزه ايه؟ مش فاهم. هي فلوسك ولا فلوسي؟ لا فلوسك انت لحد دلوقتي. فلوسي انا، مش عايزه فلوس. عايزه يعني انت عايزه تسحبي فلوس؟ تمام، مفيش اي مشكله. ماشي اموري. تسحبي كام؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه خدي البطاقه، الرقم ده حولي على الرقم دوت بسرعه حولي بسرعه. لا انا ما اقصدش والله، انا بس بطمن على. سامعني كده؟ سامع السوكت ده؟ ما بهزرش ولا انا، انا المايك بس بيعلق عندي. معلش وصل. انت حولتي؟ ده انا ببارك بس ان الفلوس اتحولت. تمام. الرقم ده، الرقم ده عزيز عليا جدا. تمام. ما لقيتش صوره لخالي ان انا اعلقها في المكان، الله يرحمه. الله يرحمه. فعلقت رقمه. تمام. فالفلوس اللي انت حولتيها ديت صدقه جاريه على روح خالي. فانت كنت قايله لي انت عايزه تسحبي 1000 جنيه صح؟ مفيش اي مشكله. اكتبي بقى الرقم دوت اللي انت عايزه تسحبي منه وحولي له 1000 جنيه. حول تاني ليه؟ ايه؟ حول تاني ليه؟ انت مش انت عايزه تسحبي 1000 جنيه؟ بس انا حولت. أي لا دي صدقه جاريه على روح خالي. الجاريه دي انت تعملها انت مش انا، هو خالك انت مش خالي يعني. ايوه انا فاهم، بس هو الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه كل حاجه. ده يعني انا غلطان، انا حقك عليا، انا نسيت ان انا اعمل شريطه سودا هنا. دي اول حاجه. تمام. تاني حاجه دي يعني حاجه كده خير انت عملتي، انت باين عليكي ما بتعمليش خير. ما بعملش. انت بتعمل؟ انا بعمل خير طبعا. امال انا معلق رقم خالي هنا ليه؟ يعني تحول انت وخالي انا. طب مين بدل انا بقول لك مش فاضيه لك. دي كلمه واحده، الفلوس هتطلع دلوقتي ولا لا؟ هشي دي مش ليا. هشي دي مش ليا. او ايه هو ايه ده؟ ايه ده؟ ما يعني انا دلوقتي مش توليش هش، انا دلوقتي عايزه فلوسي، هاخدها دلوقتي ولا لا؟ طيب همشي نفسك دقيقه بقى كده. اتكلم باحترام. ايه الصباع ده؟ اتكلم باحترام. الصباع زينه خالص ده. الف مسك. يلا كنت داخل اجيب الفلوس في كلب جوه غصب عني، ما مش هعرف اجيب اللي انا اخد الفلوس دلوقتي. استني دقيقه، الكلب ينام من غير ما تتكلمي. هسالك سؤال. هقول لك انا بس انت بني ادمه برش شريحه بقى. طب ماشي ماشي خلاص خلاص. موبايل الناس ذنبه ايه؟ طيب ذنب ان وهات فلوس. انا ما كلمتكيش يا بنت. في ايه؟ انا كلمتكيش. انا ما كلمتكيش. اللي بيني وبينك، اللي بيني وبينك، اللي بيني وبينك قلت. طب ماشي. استهدي بالله، استهدي بالله، استهدي. انت ظروفك صعبه انا عارف. خلاص خلاص ماشي. انا اقول لك انت بتستهدي بالله. اديكي فلوسك والله، اديكي فلوسك. بس انا اقول لك على حاجه صغيره، حاجه صغيره والله. مش اقول لك بحبك، اقول لك والله العظيم انا بصور مقلب. يعني دلوقتي يعني ايه؟ يعني دلوقتي ال1000 جنيه اللي انت بعتها ما تبعتتش لخالي ولا حاجه، انا بهزر معاكي. تمام. وال1000 جنيه اللي انت حولتيها اتسحبت، واستاذنك في تليفونك هتركب لها سكرينه وجراب وكل اللي انت عايزاه ده فري من المكان. بصي انا هوريكم المقلب اللي بجد. ادي ال1000 جنيه هي اللي انت بعتيها. تمام. والموبايل اللي انت كسرتيه ده فداكي، واستاذنك في حاجه صغيره. عندك اي مشكله ان احنا نذيع؟ موافقه ان انت تذيع. اوكي. مساء الزفت، ازيك؟ عامل ايه؟ تعال تعال. محتاج ايه؟ قال اتفضل يا صاحبي. امرني. لا انت في حاجه معينه محتاجه؟ تعالى بس كده. بص تعالى ورايا، تعالى ورايا. طب تعالى اوريك حاجه ثانيه من هنا. تعالى بس كده. لا في ستايلات هنا، في جاكيت هنا احنا شايلينها هنا. تعالى بس ورايا انا ورايا. تعالى ورايا. تعالى. لا 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 لا. في ايه؟ لا 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 لا. انت كده بتهزر. لا 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 انا لا انا بقول لك لف هنشوف بس. انت بتهزر. في ايه طيب؟ انت شرست امتى؟ شرست امتى يا عم؟ انا ما اعرفش. انا اوريك حاجه. دي انا جاي على المكان وصفحه وبيتش. يعني انت راجل محترم يا عم. ماشي انا في خصم. لا انا بقول لك لف ورا عشان اوريك حاجات هنا جديده، في عينات هنا جديده جايبينها. طب انا شايف يا باشا. انا شايف. انت شايف يعني؟ انا فاكرك اعمى. عندي عينين والله. انا فاكرك اعمى، فاكرك بتمشي بالشمع. وانت عشان عامل خصم 50% يعني. ممكن تخرس بس على بس هنا. اخرس. تعالى بس شوف انت. اوعدك كده. انت محتاج جواكت من هنا؟ محتاج جواكت. خلاص بقى انت قفلتني من كل حاجه. على انا كل ده بهزر معاك يا عم. انت قافش ليه كده؟ لازم اهزر معاك ولازم تبقى رويح كده عشان فاهم. انت بتشتري حاجه تشتريها بنفسك وتتص بنفسك. شوف انت بص. يلا يا باشا نخلص البيعه بعدين. طب شوف انت محتاج. متاخر والله. طب شوف انت محتاج انهي جاكيت من دول. محتاج. طيب يا عم في ايه بقى؟ لا انا بشوفك اتدربت طاعه كويس ولا لا. لا
اتلمست خلاص ودانك بدات تقف 11 فالدنيا بتظبط. بص اقول لك على حاجه وامرني يا صاحبي. كلمني ايدي المبدئيه. انت محتاج حاجه من هنا طيب؟ لا لا انا محتاج من هنا. طب مش محتاج حاجه من هنا؟ لا لا. طب ايه اللي جايبك هنا؟ انا جاي. طب ماشي استاذنك بس ترزع عينك كلمني بقى من هناك. هو فين مديره ولا عشان مفيش حد غيرك؟ عم انا بكلمك اهو بس خلي فيه بعد بس عشان انت عندك فرط حركه عمال بتيجي هنا وتتنطط بتيجي هنا مش عارف انا كنت بتقول لي يلا ويلا ماشي انا كنت بعلمك طاقه ما اعرفش اللي انت اتعلمت شراسه يا عم. انا بعلم تقع في حاجه معينه لقيتك شرست ما اعرفش جابك المكان. طب يا عم الله احنا مش صحاب انا بس بفهم في حاجه معينه. صحابي انت بتقول تبقى صاحبي. طب خلاص يا عم الله يبارك لك هجيب لك عظمه. شوف انت محتاج ايه دلوقتي بس شوف انا كل ده بتكلم ببوقي. طب ماشي على فكره ده انا عارف اللي انت بعد انا عارف اللي انت هتزوم كمان هتزوم. شويه بس يعني احنا مش عايزين نوصل المرحله دي. استهدى بالله انت محتاج جاكيت صح؟ ارجع مكانك ارجع تعال نخلص من البيت. لا المفروض انا اللي ازقك انت ما تزقنيش انا عم اقول لك تعالى. هو انت عشان ما فيش غيرك هنا بس انت ما ينفعش تيجي كده على طول. انا هو لازم هو اللي بيخش المكان بيقف في حته معينه يعني. لا هو انت لازم تقف من هنا عشان انا ما اضمنكش انت ممكن تبقى حاضدني مره واحده انا ما اعرفش ما ينفعش نبقى قريبين من بعض. عضك هو فينا بس انت بتقول ايه يا عم يا صاحبي الله يبارك لك اقف هنا. طب شوف صاحبي كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا عم كل سنه وانت طيب والله بتكلم ببق يا حبيبي كل سنه وانت زفت. ما تقربش مني عشان حساسيه. اقعد هنا لغايه ما اطعمك. خليك واقف من هناك يا اما انا بص خليك هنا كلمني بقى انت محتاج ايه. محتاج ايه بعد اللي انت قلته ده؟ طب انا مش فاهم انت. طب انا جيت لك هنا وانت محتاج ايه طيب؟ بص يا ريس انا عايز 3 اكس عشان اخلص ام البيعه دي. تمام ماشي 3 اكس من لونجا. تمام تمام انت كده كده النهارده عاملين عرض اصلا اي جاكيت بيطلع عليه دراي فود هديه. بص هي جايه رزقك في الجواكت كلها اي جاكيت عليه علبتين دراي فود. اقول لك انا هناخدها بمحمل تاني. ليه؟ لان انا عندي كلب وعليا النعمه لو سيبته عليك هيفرفشك. وانا عندي كلب لو سيبته عليك هيقرقشك. طب ما يلا عشان تبقى عارف بس انا لغايه دلوقتي انا ساكت خلي بالك ويعني انا دلوقتي ساكت عشان مفيش غيرك في المكان. طب وانا ساكت والله العظيم انا ساكت لغايه ما ودانك تقف 11 بس. لا 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 استنى بالله استنى بالله استنى بالله استنى بالله والله هقول لك انا هقول لك على حاجه والله انا بعمل فيك مقلب. مقلب انا اسف. مقلب ايه يا عم انت عبيط وربنا انا اسف انا بعمل فيك مقلب قسما بالله. استنى بالله استنى بالله. بص 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 هناك كده يا عم هو ده زارع والله العظيم انا اسف. انا قلت اكيد اللي انت مش فايق اللي انت بتقوله. اكيد دي مش معامله. اكيد دي مش معاكيد. انا جاي لبراند انا عارف والله انا اسف معلش والله العظيم حقك عليا. يعني ليك نظره يعني انت شايف ان انا ماشي بحاسه الشم بس معلش حقك عليا بس يعني بلاش بلاش عشان في ناس يعني غشيمه يعني. انا كنت انا حسيت ان انت خلاص يعني اللي هو في نيرف بتولع يعني معلش حقك عليا بس استاذنك بس اللي احنا ممكن نزيع الكاميرا ايه نزيع نزيع. اوكي ونقول زيع جدعنا نزيع نزيع نزيع.